كدا كاني كيزري الزنزال يفلد يفلد الخان مولانا ها شلالا كرا برمان دائمين ولون راه كان فيه الجفاف ناشف دابا سبحان الله راه ها انت كتشوف على الماء تبارك الله كلشي هاد الجبوله فيهم في الفرد ها ها كلشي يقول لنا هذا نارا كلشي كان ناشف راه كان واحد شويه كيدوز بلاتي الشقه صغيره كي كيقص فيها الماء باذن الله ها انت راه هادشي كلشي راه هنا ما فيه طا طا قطره فيه طا قطره ديال الماء راه ناشفه الدنيا هنايا ها راه كلشي هادشي كلشي كنبدد بالماء هنا راه كاين واحد العين صغير كيدوز من هاد القادوس هذا من الناس كيدوز داك الماء ها انتم تبارك الله ها الماء ها الماء ها الماء الناس اللي دازوا من هنا اللي شافوا هاد اليامات اللي فاتوا ها من بعد الزلزال ديال البر ها الواد تبارك الله بحال راه تقول راه الشتوى راه يلاه اه مشتاق قلت لك مشتاق قلت لك مشتاق قلت لك مشتاق قلت لك 8 البارح 8 في الشهر 9 2023 الزلزال اللي ضرب في المغرب في ورزات هو اللي خرج هذا الماء هذا سبحانك يا ربي انت انا راه طاح فيه الحجر ها واحد العوينه عاوتاني خرجت من واحد الجبله حنا تشقات هنا شتي ها راه الشق ديال الجبل كينقص فيه الماء سبحان الله.